تونس بلد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أرض ذات تاريخ عريق، ولكنها بلد يستخدم فيها النظام القانوني كسلاح ضد شعبها. هذا ليس كلاما مبالغا فيه، بل هو الواقع على أرض الواقع. لا يتعلق الأمر بنقاشات قانونية دقيقة، بل بنظام يشكل فيه القانون أداة للقمع وهراوة لإسكات المعارضة. دعونا نعود بالزمن إلى عام 1970. امرأة تبيع البيض، نعم البيض، غذاء الفطور الأساسي. تم جرها أمام القاضي. جريمتها؟ بيع تلك البيضات بسعر اعتبر مرتفعا جدا. عقوبتها؟ السجن لمدة 5 سنوات. 5 سنوات بسبب البيض. هل تعتقدون أنني أختلق هذا؟ للأسف لا. هذه هي سخافة النظام القانوني التونسي. لم يكن هذا مجرد حادث عابر، إنه نمط متكرر، نظام تطبق فيه القوانين بشكل تعسفي وتمحى فيه الخطوط الفاصلة بين العدالة والقمع. لا يتعلق الأمر هنا بحفظ النظام، بل بالحفاظ على السلطة. والضحايا هم التونسيون العاديون العالقون في شبكة قانونية لم يكونوا جزءا من صنعها. لننتقل سريعا إلى عام 2004. طبيبة تقود سيارتها لزيارة مريض. الوقت متأخر. أوقفتها الشرطة. جريمتها؟ ملابسها تعتر غير لائقة. عقوبتها؟ الاحتجاز. ما هي مخالفتها الحقيقية؟ مجرد وجودها في مجتمع تراقب فيه اختيارات المرأة لملابسها وتفحص وتقيد. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. الانتقاد ممنوع، المعارضة مسكتة. في عام 2013 فوت رجل رحلة العبارة إلى إيطاليا. من شدة الإحباط أطلق العنان لكلماته ضد موظفي الميناء. ما هي تلك الكلمات؟ وصفهم بالمستبدين. جريمته على ما يبدو إهانة الحكومة. عقوبته إحالته إلى وحدة مكافحة الإرهاب. لا يمكن اختلاق مثل هذه الأمور. إن الأثر المخيف لهذه القوانين واضح للعيان. تخيل أنك شاب تونسي في عام 2023، ترى الظلم من حولك، تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك المكان الذي يفترض أنه حصن حرية التعبير، تنشر نقداً للحكومة أو أغنية تنتقد الرئيس. بعد أيام تقتاد من قبل وحدة مكافحة الإرهاب. جريمتك؟ مجرد التعبير عن رأيك. وإذا كنت تعتقد أن هذا سيء، فانتظر قليلاً. شهد عام 2024 مستواً جديداً من الانحدار. منشئ المحتوى على تطبيق تيك توك، نعم، أولئك الذين يقدمون رقصات رائجة ومحتوى واسع الانتشار، أصبحوا الآن أعداء للدولة. ما هي جريمتهم؟ مقاطع فيديو وصفت بأنها تهاجم الآداب العامة. عقوبتهم؟ السجن لسنوات. سنوات. بسبب مقاطع فيديو على تيك توك. إن الأمر يثير السخرية، لولا أنه مرعب إلى هذه الدرجة. الرسالة واضحة. إذا تجاوزت الحدود، فسيطبق عليك القانون بكل قسوة. هذا ليس عدلاً، بل هو تشويه للعدالة. وما هو التأثير؟ إنه خنق للمجتمع التونسي. إنه خلق مناخ من الخوف، حيث يخشى الناس التحدث علانياً، ويخشون التعبير عن أنفسهم، بل ويخشون حتى إلقاء النكات. لا يتعلق الأمر هنا بحالات فردية فقط، بل بتآكل الحريات الأساسية. إنه تفكيك لمجتمع عادل ومتساو. تونس تستحق الأفضل. شعبها يستحق الأفضل. لقد حان الوقت للمطالبة بإنهاء هذه المهزلة القانونية. لقد حان الوقت لكي ترقى تونس إلى مستوى مثلها العليا في الحرية والعدالة. العالم يراقب.